عملنا الدرس السابق الجي سي هذا الاتكية هاي بدنا نقول لعنده أستاذ اللي سيركل في عندكم بريك في سيركل إذا بعد ما نقلنا السيركل لهون تبوا السيركل قلنا بدون الثريد الرجيل أبسط واحد حتى هون إياه بدأ فوتوا على السيركل اتأكدوا إنه كل الشتوت اعملوا كباس يمين ريفاكتور انكابسوليت فيلدز اعملوا سيلكت اول عشان يكونوا كل السيترز والجيترز موجودات عشان ما نحتاجش اي ستر واي جيتر لقدام. اوكي بنعمل كباس جديد نيو كلاس جديد نيو جافا كلاس بنسميه جي سي جيم كانفاس يعني جي سي اختصار جيم كانفاس جي سي اللي هو سيركل 01 سميه موف سيركل ها موف سيركل 01 فينش فيش حاجه ل 01 سوري تقدر تخلوه اللي حط 01 مش مهم او بيعمل ريفاكتور كنترول ار على اسم المحلكه بيقدر يظبط الاسم. اوكي اول شغله كيف بدنا نعمل جيم كانفاس معي الكل اكستنس حط جيم بيطلع لك جيم كانفاس بتختاره. الملاحظه بالاحمر اللي طلعت لكم هي بالاساس لانه يوريش من مين من جيم من كانفاس والكانفاس في له شتاب هنا اللي بتاخذ بارامتر مصبورين نستعملها. عاد الاساس اول شغله عشان اقيم الخط الاحمر بعمل انتر بقلب المحلكه كنترول سبيس وبختار طلع شو في عندكم هنا في عندكم شتاب هنا اللي بتاخذ بوليان سوبر بريس كي ايفنتس هاي اللي حكينا عنها اختاروها الغوا البارامتر بالشتاب هنا بديش ولا بارامتر بالشتاب هنا اسا شو هاي بذكركم اذا حطيت انا هنا ترو معناته انا بدي استعمل اليه احداث الازرار اللي هن كي بريست كي ريليست واضح استام هاي ترو اني انا بدي استعمل هاي ترو هاي معناها انا بدي ايش to use okay key event اللي هن مين اللي هن مثلا key pressed او dragged وغيرها اوكي اذا فولس طبعا بديش استعملهن بالوقت الحاضر قلنا المرحله الاولى بدنا نستعملهن. اوكي تعال نعمل صفه بدنا سيركل برايفت سيركل سي شتابنا تعملوا سي يساوي نيو سيركل بتختاروا البارامتر الثاني بدنا اياه يبلش بنص الشاشه جيت ويت على 2 هاي الاكس على نص الشاشه على 2 جيت ويت على 2 ذس عشان تعرفوا انه هاي ذس نقطه جيت ويت انه تابع على الجيم كانفاس اللي هي راشته من كانفاس البارامتر الثاني الواي الواي خليه يبلش من الصفر البارامتر الثالث اللي هو الار خليه يكون 50 والبارامتر الاخير اللي هو الكلر اختار اللون اللي بدك اياه 0x
FF0000 طلع احمر. هاي عملنا سيركل اللي انا بحب اعمله ده اللي باسم معينته. بدي اعمل دالة اللي بقلبها اعمل كل اركز فيها كل عمليات الرسم، يعني ما يشبه لبينت عشان يكون نوع من النظام. بدي اسميها اذا public void draw all. هاي draw all تقريبا بتشوفوها بكل الدقمقات تاعتي اللي موجودة في الانترنت او في دروس في اجيال سابقة او حتى في اشتلميوت سابقة. draw all، طلع كيف نعمل draw all. اول شغلة بدي ارسم، لازم انظف الشاشة صح؟ اذا نعمل هنا graphics متغير graphics g تساوي this نقطة get graphics، هذا هو g تاعنا اللي راح نستعمله اللي كنا ناخذه بارامتر تاع بينت. عشان هيك مش راح يكون عليكم فرق كثير عن شو كنتوا تعملوا بالكانفاس، يعني تقريبا شبه يعني كثير مشابه لإله. الجي طبعا فيل ريكت نص صفر صفر على قديش الروحة بتاعه، بدي يملي لي اياته get width get height. نسينا شغلة، نختار اللون تاع الركع قبلها، حطه g set color، اختاروا لون ايش بدكو، اسود ابيض، مين بتذكر شو الابيض؟ هاي نظفنا الشاشي، هاي clear clear the screen، هاي وظيفتها. to clear the screen yeah. نعم حط GR control space، اذا كي بريست اعمل كي كنترول سبيس كيف عملنا قبل. كي بريست كي بريست استاذ بيرجع لنا ايش؟ كي كود مزبوط. احنا شو كنا نقارن؟ كنا نعمل هيك، بذكركم الطريقه القديمه، كنا نعمل هل كي كود يساوي this نقطه او كانفاس او ايش بدكم، this نقطه احنا بقلبه نعمل الشتابونا كانفاس نقطة، استعمل احنا بقلب game canvas نقطة، وفيه كل هذولا down fire up down. كنا نستعمل هيك نم صفر نم واحد مزبوط، ذاكرين استان؟ هيك كنا نعمل. اليوم بدنا نعمل طريقة ثانية اللي هي ترجمة الكود الكي كود ل game action code. كيف بنعمل استاذ؟ نعمل انت هون بنكتب استاذ فلاش جرافيكس عشان بعد بدرو اول بعد ما خلص رسم عشان يعتكن الشاشه، بستدعي فلاش جرافيكس اللي بعتكن للشاشه. وهون بكي بريست استخرجت انا الكي ترجمته لجيم اكشن، سالته هل انت لتحت؟ اذا عملت موف 10 وقلت له درو اول. تعال نعمل اسا الميدلت، اطلع على الحافيلا ابس كباس يمين نيو ميدلت. الميدلت بدنا نسميه ميدلت جي سي موف سيركل 01. عارفين الخطوات لا display نعمل gc
move circle, GC move circle. سميه move circle. شتابنا display يساوي display نقطة get display this move circle يساوي new move circle طبعا الهدف هسه نتعلم كيف من شغل كي بريست كيف بنوقفها شو داون شو داون بريست